تقتلش الولاد دول، الولاد دول مش يكسبوا في بلدهم ويكسبوا هنا. لا قلت كده. ما تيجي حضرتك تقعد كده وتسمع الميزانيه. انا قلت اهو وتعرف ميزانيه. طب وزع الميزانيه. فين الميزانيه دول؟ عملنا بث مباشر على اساس ان الجمعيه ما انعقدتش وكنا ماشيين. فكويس ان حضرتك جيت. ايه جمعيه ما بتشتغلش ازاي؟ اقفل الموبايلات يا استاذ عبد الله. اقفل يا استاذ عبد الله. انت بتسجل لنا ولا ايه؟ لا ما بسجلكش يا فندم. اقفل يا عبد الله. طيب من فضلك من فضلك لو تكرمت اقفل الكلام ده عشان نعرف نتكلم. احنا كنا مسجل يا دكتور قبل ما حضرتك تيجي. مش من حق حد يسجل لنا يا سيدي. في ناس بترجع مصر. الناس اللي قدام الكاميرا مش هيرجعوا مصر.